اهلا بكم. في هاشتاج ولو ان انا ما بحبش الهاشتاجات بس ماشي. سالوا الناس خسيت عشان حلو جميل. فسمعت حاجات هي طبعا مش يعني مش مفاجاه لينا ولا شيء غريب، بس لازم برضو نعيش دماغ الناس شويه. فخسيت عشان ايه؟ في ناس قالت لك السبب الاول ارضاء الحبيب. تمام، ارضاء الحبيب حقك يا باشا او حقك يا فندم. طبعا الحاجة التانية المهمة جدا التنمر، المواقف للأسف من الأصدقاء، ساعات يجي من الأقارب، ساعات يجي التنمر. كمان كثير من الناس قالوا انهم عايزين يعيشوا بقى حياتهم، يستمتعوا من غير مجهود، من غير مشاكل. في اكيد ده البنات بقى ان هم اللبس، الموضة، يعرفوا يلبسوا الفاشون. انا وكانت البنات اللي وزنهم زياده دول ما بيعرفوش يلبسوا، والرجاله اللي وزنهم زياده ما بيعرفوش يلبسوا. يا جماعه ما التيشيرت بالنسبه له ماساه. على فكره في ناس كتير منهم بيلبسوا بدل، والبدل اساسا بتتخن، يعني البدل طبيعي بتتخن، بس هما بيلبسوها عشان بتلم بقى، عشان يجيب بدله بقى في وزنه. في ناس معينه هي اللي بتبيع البدل دي، يعني هما 2 3 في مصر تقريبا اللي بيبيعوا بقى ال 4 اكس لارج و 5 اكس لارج و 8 اكس لارج والكلام ده، فبيروحوا يشتروا من عندهم. فهم بقى البدله بتاع هي اللون ده اسود وكحلي، مفيش غيره، هو اسود وكحلي. او لو انت روش شويه تجيب رمادي غامق ماشي. الشباب طبعا جت تعليقات لطيفه ان هي يعني دافعوا مثلا انه كان بيحب يلبس البدله السموكينج وبتاع مش عارف يلبسها، يعني ما يقدرش. في ناس راحت تعمل عمليات لانها مش عارف تلبس سديري، مستحيل طبعا. السديري عايز حد رشيق. واسباب تانيه كتير، الصحه، في ناس ما بتعرفش تنام، في ناس بقى المساله وصلت لضغط وسكر ومشاكل صحيه خطيره جدا، ناس على وشك يجي لها فشل كلوي، ناس على وشك يجي لها فشل قلبي. جراحات السمنه يا جماعه بتنقذ ناس كتير جدا جدا. تعالوا النهارده نقرب ونفهم اكتر كتير عن جراحات السمنه مع ضيف العزيز، مبدع من طراز خاص، وطبعا بيمتعني باسلوب العلم الراقي جدا وفي نفس الوقت الموسوعي في الشرح. يعني فعلا بستمتع لانه ما بيسيبش طرف من الحديث الا ما بيروح يدرسه ويشرحه لنا بشكل راقي للغايه. ضيف العزيز واحد من ميك ستارز عالم جراحات السمنه الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت يا فندم، شرف كبير. اهلا وسهلا. يعني سعاده بان انا التقي بيك في حوار ممتع للغايه. هنبدا بكلمة مهمة، انه جراحة السمنة الراجل جاي مش جاي بس بالسمنة، ده هو جاي بمشاكل تانية. فدايما عندكم مشكلة اسمها الجراحات المصاحبة، تعبير دقيق ولا يعني نقدر نقول مشاكل مصاحبة؟ لانها بتبقى جراحات. في البداية تحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة المفرطة من الحاجات اللي هي يعني اللي طبعا ما بتجيش لوحدها، بتجي بمشاكل صحية مصاحبة كتيرة جدا، ومن ضمنها يمكن أشهرها السكر والضغط ومشاكل الدهون المتراكمة بصورة مرضية في الدم ومشاكل التنفس. ويمكن حضرتك يمكن قلت في المقدمة إنه في مشاكل اجتماعية كثيرة، يمكن مش حاجات مرضية، يمكن السن الصغير اللي هو تحت 20 سنة أو تحت حتى 30 سنة أو ما قبل الزواج ما بيهتموش. هو لو عنده سكر هو مش مهتم بيه قد ما مهتم انه عايز يلبس كويس، يتحرك كويس، عايز يمارس حياته الاجتماعيه بصوره يعني كما يجب ان تكون. يعني في امراض مصاحبه للسمنه المفرطه لا تتعلق بالسمنه المفرطه بشكل مباشر، يعني زي المراره، حصوات مراره، يعني دي حاجه يعني مش مرتبطه بالسمنه المفرطه بشكل مرضي، يعني السمنه هي ليست، ويمكن هي اشهر الحاجات دي، ويمكن خلينا نقولها هي بصوره طبعا قد تكون غير مباشره لكن هي سبب. يمكن احنا يمكن معروف الاربعه اف بتوع زمان اللي هم بتوع المراره، الفات الفرتاي اللي هو العيان السمين، هو ده كان دايما اشهر الناس اللي بيجي لها حصوات في المراره. طبعا برضو كمان المرتبط بالسمنه برضو اللي هو الحموضه بتاعت المعده اللي هي دايما تيجي بصوره
مكثفة، ودايما بيكون جزء منها السمنة المفرطة، ما طبعا دي مرتبطة ارتباط مباشر. وفي حاجات ثانوية طبعا بتحصل سيكندري للسمنة المفرطة، زي مشاكل المفاصل، وزي مشاكل الغضروف بتاع الظهر، وزي مشاكل اللي هي العظام بصفة عامة. وتلاقيه بيقول لك أنا يعني خصوصا في السن الكبير أنا عايز أغير مفصل، وعنده مشكلتين. المشكلة الأولى إن هو مش قادر يحسن كفاءة المفصل على الوزن ده. النمرة الثانية، هو لو غير مفصل على وزن 140 كيلو، طب مين المفصل أو فين المفصل اللي هو يتحمل الوزن الكبير ده؟ عندنا مشاكل قد تكون متعلقة بالإنجاب، يعني في البنات اللي هم، أنا يمكن ليا صديقة واستشاري أستاذ نسا زميل، هو عن مقتنع تماما إنه مش عايز يعمل أي حاجة تساعد الإنجاب في مريض السمنة المفرطة. هو عايز ينزل وزنهم، لانه بيقول لي ده بيساعدني كتير جدا، وبوفر عليا مجهود علاجي كبير جدا في ان انا بس انزل وزن. الاتزان الهرموني بيعود مره اخرى، الرحم المبيض بيشتغل بكفاءه اعلى من الطبيعي عندما يكون تخلصنا من السمنه، ولو حتى ابتدى يدي علاج بيكون تاثيره اكتر واسرع وافيد بالنسبه للمريض. ويمكن كم كبير جدا بيقول لي عليه انه لما العين بيخس، يعني الست اللي هي المتاخره عن الانجاب، الوزن لما بينزل بتلاقي احيانا الستات بتنجب من غير اي علاج. يعني ما بحتاجش. النمره الثالثه انه مشاكل زي السكر، هي يعني يمكن 80% من الناس اللي هم المصابين بالسكر من النوع الثاني سببهم سمنه مفرطه، ده مناعه انسولين يمكن. فطبعا احنا انقاص الوزن هو علاج للسمنة وعلاج للأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة. طيب احنا بقى بنعالج الحاجات اللي بتتعالج مع السمنة بإنقاص الوزن، طبيعتها أصلا بتتعالج زي دهون الكبد، ما هبتنزل يعني. فين العلاج اللي بيعالج مرضى تدهون الكبد من غير إنقاص الوزن؟ ادي ليفر سبورت كما تحب، وادي فيتامين إيه، وادي ليفر، يعني أي علاجات من غير انقاص الوزن في مرضى السمنه المفرطه لم يكن هناك اي علاج لتدهون الكبد. ففي امراض كده هي نفسها، يعني كل الدهون المرضيه في الدم بتقل، كل دهون الكبد بتقل، نزلت الوزن مفاصلك هتشيل نفسها، يعني المفصل اللي هو يعني ماسك نفسه بالعافيه، اللي هو مش قادر يشيل وزن 140 كيلو ولا 150 ولا 200 كيلو، لما حتى توصل تبقى 80 كيلو ولا 90 كيلو اكيد هيبقى فيه الرجا، يعني هيقدر يساعدك شويه، وربما ما تحتاجش ان انت تغير مفصل، وربما ما تحتاجش ان انت تعمل حاجه. نزل وزنك وبعد كده قيم بقى. هناك بعض الامراض النفسيه المرتبطه بالسمنه المفرطه، الهروب من المجتمع، عدم، مش عايز اروح الجامعه، مش عايز اروح المدرسه، مش عايز يخرج. في بنات بتقعد بالسنين في البيت ما بتخرجش، اكتئاب. هو ده مرتبط بصوره مباشره بالسمنه المفرطه. فيعني انا يعني الحلقه لم تتسع للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه او المشاكل الاجتماعيه التي قد تكون يعني بسبب السمنه المفرطه، ولن يكون هناك علاج. واحد بيسالني، يمكن الاب او الام بيجي مع بنتها او يعني حد منهم او الاثنين، بيسالني بيقول لي يعني انا بعمل صح كده للبنت اللي هي 20 سنه وزنها 130 كيلو ولا 140 كيلو ولا 110 كيلو ولا 100 اكثر من 100 كيلو، انا بعمل لها صح ولا غلط يعني؟ وده هياثر على الصحه الانجابيه ازاي؟ فبيبقى يعني سؤال رده طبيعي ان السمنه المفرطه هي هتعكس وضع البنت الانثوي ده، هي لا يعني هتبقى عندها صعوبه في الانجاب، عندها صعوبه الدوره بتاعتها اصلا متلخبطه. فانت لما بتنزل الوزن بتعيد الاتزان الهرموني مره ثانيه، ويعني وترجع بقى الوضع لاصله. يعني الدهون او السمنه المفرطه هي عائق امام البنت كانجاب، وكمان كوضع اجتماعي. انت لو ما عملتش العمليه دلوقتي هتعملها، هتضطر ان تعملها بعد 4 سنين وبعد 5 سنين بعد السن ما يتقدم. لان انا خلينا في مجتمع عربي مصري، البنت اللي هي المصابه بالسمنه المفرطه فرصتها فعلا قليله في الجواز. معلش يعني انا بتكلم بوضع يعني احنا مع بعض، يعني كمجتمع مصري طبعا السمنه المفرطه بتهزم البنت، بتحبسها جواها، ما بتبقاش عارفه تواجه المجتمع ازاي، ففي مشاكل اجتماعيه كتير جدا. طبعا طبعا. هنتكلم الاول على الارتجاع المريء والمراره جراحيا، هنعمل ده ازاي وده ازاي؟ المراره انا عايز اقولها في جمل بسيطه بحيث ان يبقى الامور واضحه للناس. يعني المراره قبل عمليه السمنه احنا بنقيم الوضع بالسونار، يعني ما فيش عيان سمنه مفرطه بيدخل العمليات من غير ما يعمل موجات صوتيه على البطن والحوض، يستكشف البطن بتاعته. من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها بالسونار المراره ويتقيم فيها.
فيها حصوات السونار لن يخطئها. يعني عاده في معظم الناس بيبقى يعني اوبريتر ديبندنت، لكن مفيش حد ما بيشوفش الحصوه بتاعه المراره بالسونار. يعني عايز حد بقى يكون الجهاز بتاعه تعبان او ما عندوش خبره الكافيه، فعلا ده حقيقه هو اوبريتر ديبندنت. لكن في حصوه في المراره هتتشال وقت العمليه سواء تكميم او تحويل. السائد عند الناس انا ما بشتكيش منها يا دكتور، ما يعني هعملها ليه يعني؟ طبعا المراره مشاكلها كتيره، يعني المراره اللي هي الزرقاء دي بتبقى عباره عن كيس يملا العصاره المراريه، وقت بقى ما الدهون بتنزل فهو العصاره دي بتنزل برده، هي بتنقبض تطلع شويه العصاره عشان الامتصاص. طيب الحصوه بقى اللي هي او الحصوات او الحصوه الواحده، او طبعا حصوه منهم ممكن تنزل كده في السيستك داكت او قناه المراره، تنزل على القناه المراريه اللي هي الرئيسيه الخضراء اللي هي باللون الاخضر ده، تقوم قافلاها وعامله صفرا زبدية، وساعتها طبعا بقى طبعا علاجها صعب جدا وعايزه منظار قناه مراريه ويدخل ومصافره ومشاكل كتير. حصوه منهم تنزل وتقفل قناه البنكرياس، التهاب بنكرياس عنيف. حصوه يعني مشاكل كتير. طب حصوه واحده هي الحصوه نفسها ممكن تزنق القناه المراريه وتعمل حاجة اسمها مريزي سندروم، مشاكلها كتيرة جدا وجزء منها صفرة نسدية والتهابات في قناة اللي هي المرارية، أو إن المرارة نفسها تتسد وتعمل غرغرينة أو ممكن تنفجر أو تتخرم، يعني مش انفجار لا يعني ممكن تتخرم برفريشن. فطبعا بتعمل التهاب بريتوني عنيف. احنا مش بصدد ده ومش بنخوف الناس، ومش شرط يحصل لك ده يعني، احنا يعني الموضوع احنا بس بنسرد الوضع الطبي الحقيقي الحقائق العلميه، لكن مش لازم انت ممكن تسيب المراره ما تشلهاش وما يحصلكش حاجه يعني فعلا على فتره كبيره، شويه مغص هيحصلوا لك كل فتره، لكن يعني الحاجات دي بتحصل من عيان لعيان. لكن النصيحه الطبيه لو عندك حصوه في المراره ما قبل العمليه، انصحك كنصيحه طبيه مباشره شيلها، لان انت من نفس الفتحات نفس البنج ما تبقاش قافل على قنبله موقوته في البطن، انت يعني مش بصدد ده خالص ان انت تعمل، فهي نفس الفتحات نفس وقت البنج نفس التخدير وحاجه سهله يعني ما فيهاش مشكله، وهتخرج في نفس الوقت ونفس المتابعات ونفس الحاجات ونفس يعني نفس حتى الادويه اللي هي بعد العمليه، فهي تعتبر عمليه واحده، هي عمليه تكميم مع مراره او عمليه تحويل مسار مع مراره بس، يعني الموضوع بسيط خالص. عشان الحته الجراحيه المهمه انه لو عنده حصوه وشال عمل تكميم مات أو تحويل مسار، تحويل مسار مش هيعرف يدخل على المرض، هيبقى لو حصل له مشكلة طبعا دي نقطة في منتهى الخطورة. إن أنا يبقى عندي حصوة في المرارة وواحدة منها نزلت في القناة المرارية وأنا عامل تحويل مسار، مش هتعرف تعالجها بمنظار القناة المرارية، مش هتعرف تدخل لأن المسار اتغير. فطبعا لازم تشيلها، يعني في التحويل أنا أنصح ناس بشدة إن يشيل المرارة لو فيها حصوات. طب المرارة السليمة ما تشيلهاش، ما فيش فيها مشكلة بالزبط. خلاص ما فيش جايد لاينز خالص تقول انت تشيل مراره سليم، رغم الناس بتخاف منها. فيما بعد يقول لك بعد عمليه السمنه بيحصل مراره ولا ما بيحصلش مراره، احنا ما عندناش يعني حاجه تثبت ده، ولكن ما فيش حاجه تقول ان احنا نشيل المراره اللي هي السليم. منظار القناه المراريه لو حصل لك فعلا حصوه انتقلت في القناه المراريه وحصل فيها صفر انسداديه، ليها حلول ثانيه بس بتبقى صعبه شويه، ان احنا ندخل بكلودوكوسكوب او ان احنا ندخل بمنظار البطن بتاعنا بتاع الجراحه ومدخلين منظار القناه المراريه خلال فتحه المنظار، يعني بيبقى فيها شغل طبعا صعب شويه، مش محتاجين ان احنا نعمل ده، نتفاداه باستئصال المراره المصابه بالحصوات اثناء اجراء عمليه التكميم او التحويل. فتق الحجاب الحاجز وموقعه بقى، من اولا هل هو فتق الحجاب الحاجز في الحالات يضطرين يعمل نوع معين من الجراحات؟ ما بستبعد تكميم المعده مثلا؟ طبعا طبعا احنا فتق الحجاب الحاجز وجوده يستدعي ان احنا نقيمه كويس قوي بالمنظار وبالاشعاعات، يفضل الاشعه المقطعيه هي من اقوى الحاجات اللي بتشخص فتق الحجاب الحاجز وتقيمه. والحقيقه طبعا لازم يكون في خطه واضحه لعلاج فتق الحجاب الحاجز اثناء جراحات السمنه. الجراح المحترف حتى لو العيان ما بيشتكيش اصلا من ارتجاع وتفاجئ بيه اثناء العمليه، لان مش كل المرضى بتعمل منظار قبل العمليه، يقدر ان هو يصلحه، يقدر يعمل اصلاح للفتق مع تقويه للعضله مع عمليه تكميم المعده، وده مش احسن الحلول طبعا، لكن احسنها ان انت تعمل تحويل مسار مع اصلاح فتق الحجاب الحاجز، وانت بتعتمد بقى على العضله اذا كان هتخيطها بس ولا هتقويها بطبقه دهون ثانيه اللي هي الليجامنتم تيرز، بنفصله من جدار البطن الداخلي وبنلفه حوالين العضله بتاعه المريء او عضله الحجاب الحاجز. ففي طرق تقنيا لازم الجراح يكون عنده الحرفيه الكافيه ان هو يقيم وضع المريض ما قبل العمليه. واتمنى ان احنا نصل للدرجه انه في حال اي شكوى من الارتجاع حموضه يعني ما قبل العمليه، اعمل منظار معده تشخيصي
لان انت تستبعد بيه وجود فتء في الحجاب الحاجز وانت متعرفش ان انت تدخل تتفاجئ بيه اثناء العمليه، وربما يكون الجراح ما عندوش الدرايه الكافيه لاجراء او اصلاح الفتء او كيفيه التعامل معاه، فمش هيطلع يقول لك انا مش هعمل عمليه، او ربما تحطه في وضع حاجه حرج، او ربما يكون عايز يعني مخطط العمليه ولاقي عمليه ثانيه هو ما عندوش القدره ليها. فيعني اذا كان هناك شكوى من الارتجاع يفضل تقييمها ما قبل العمليه. والناس ما تخافش خالص من، انا والله نصيحه يعني لوجه الله، انه شكوى الارتجاع اعمل منظار. المنظار دلوقتي بيتعمل في وقت قصير جدا، 5-10 دقائق، يعني مفيش تخدير كلي في معظم الحالات، بتنام بتبص عليك بالمنظار. المنظار دلوقتي متقدم جدا، منظار الفم هو منظار بسيط، يعني حاجه تشخيصيه مهمه جدا ان انت تعملها لو عندك اي نوع من الارتجاع. واطمنوا خالص، لانه كان الناس معظمها رابط المنظار التشخيصي بامراض الكبد بتاعت زمان، هو ده اللي اول ما تقول له اعمل منظار يقول لك لا انا ما مش عايز اعمل منظار، انا خايف منه، او يعني ربما يكون خايف من، وطبعا المستشفيات الكبيره طبعا الناس برضه بتخاف من العدوى بتاعت المناظير في نقل العدوى. طبعا المناظير دلوقتي في لجان يعني للانفكشن كنترول، والمستشفيات الكبيره محترمه في مصر فعلا، ده حقيقه، والاماكن موثوقه وكويسه، وفعلا انا يعني بشوف ده في كل المستشفيات الكبيره عندهم، يعني مستشفيات زي مستشفى النيل، مستشفى يعني كل المستشفيات اللي احنا مش بنعلن على المستشفيات، لكن انا بقول ان معظم المستشفيات الكبيره كلها عندها تعقيم على درجه عاليه جدا. فما تخافوش خالص، يعني منظار المعده تشخيصي لا يعني ان انت تخاف او ان انت تتردد في ان انت تجري حاجه، انا شايف ان هي الزاميه ما قبل عمليه السمنه في حال وجود ارتجاع في المريء. عايز بقى اروح لي بالتفصيل، يعني اروح لارتجاع المريء بالتفصيل عشان اشرحه مع الاختيارات. احنا اتكلمنا عن فتق الحجاب الحاجز، لكن ارتجاع المريء انا حاسس ان احنا ما ادينهوش حقه، رغم انه حلقه مشهوره جدا جدا. خلينا نتكلم على ارتجاع المريء في مريض غير السمنه، وارتجاع المريء في مريض السمنه. انا دلوقتي يمكن عيانين، يمكن انا جاي من العياده النهارده يعني شفت كذا عيان عندهم ارتجاع في المريء، شباب صغير، هو شاب 20 سنه ويمكن كمان ما اتجوز، وتلاقي عنده حموضه زايده جدا، وعنده اعراض كثيره ربما لا تتعلق بالارتجاع بس، هو عنده المشكله بتاعته فقط في انه بيجي له ازمه صدريه بالليل. انا يمكن الكلام ده يمكن يفيد معظم الناس، بيجي له ازمه صدريه ما بيقدرش ياخد نفس، وتلاقيه بيلو في الارض كده من صعوبه النفس، وقاعد شرقان، والناس مش قادر تساعده، أهله مش عارفين يساعدوه من كتر ما الحمض بيرجع في القصبه الهوائيه ويعمل له اعراض زي الازمه الصدريه، ما بيقدرش ياخد نفسه. والله فعلا انا شفت حالات زي دي، ويمكن حد قريبي قوي كان انا شفته بالمنظر ده، ما بيقدرش ياخد نفسه. وطبعا دكاتره الصدريه احيانا يعني احيانا بيعالج الوضع من ناحيه الازمه الصدريه، وطبعا اللي عنده خبره كبيره فيهم بيقول له لا ده انت ربما يكون عندك السبب ده هو ارتجاع المريء. يعني ارتجاع المريء يا دكتور يجي باعراض صدريه؟ اه طبعا يجي لك باعراض ازمه صدريه. احيانا ارتجاع المريء بيجي بالم ورا الصدر، عامل زي طوبه كده على صدرك كده، بتيجي حاسس بالم شديد ورا الصدر. احيانا بيجي بتسوس في الاسنان من كتر الحمض ما بيرجع، بتاكل شرقه جامده جدا، واحيانا بتلاقي الاحبال الصوتيه من كتر الحمض ما عمل لها تاكل، بتلاقي طبعا انه صوت التون بتاعه اتغير، بيبقى في بحه كده، انت بالك قد ايه مستمره طول الوقت، وشرقه وعمال طول الوقت حاسس ان زوره ناشف طول الوقت. فدي اعراض تستدعي العلاج. اذا فشل العلاج الطبي لا يوجد اي حاجه تانية غير العلاج الجراحي. انت فشلت في ان انت تاخد ادويه للمعده وادويه للارتجاع وادويه للحموضه وادويه كثيره وفشلت فيها، خطوره الموضوع ان انت قد يصل بيك الى تغير خلايا المريء الى خلايا تانية اقرب الى ان تكون لخلايا سرطانيه. وبالتالي احنا يعني انا انصح اي حد مش مريض سمنه، واحد عادي خالص وزنه 60 كيلو عنده ارتجاع في المريء، اعمل منظار معده ووديه للجراح بتاعك، خد رايه فيه، بحيث ان انت لو في حاجه جراحيه تتعمل، بنعمل طبعا عمليات زي النيسن فاندبلاكيشن، كروربلاستي، دور ريبير، كل انواع العمليات تتعمل بعد التجهيز المناسب بقياس حركه المريء وقياس الحموضه في المريء. طبعا دي حاجات كلها ما
قد يكون حلها جراحي فقط بعد فشل الطرق التحفظية. الحوار معك ممتع دائما، لكن خلينا نسيب الناس مع تقرير من داخل زي ما بقول ايه غرفة العملية وداخل المسرح العمليات. الحوار دائما من مسرح العمليات، مسرح الحدث، حدث معالجة مريض سمنة يا جماعة ده حدث مهم جدا بكل السيتويشن بتاعته، بمشاكله التخديرية، بمشاكله المصاحبة. النهاردة اهتمينا بمشاكله الجراحية الأخرى، من ارتجاع مريض، من فتح الحجاب الحاجز، من وجود مرارة. لا يأتي مريض السمنة في معظم الأحوال زي ما بيقولوا بمشكلة واحدة، والمصائب في السمنة لا تأتي فرادا ولكن تأتي كالطيور في جماعات. الجراح الشاطر هو اللي يعرف يتعامل مع هذه المشكلات، إما بالاستبعاد أو بتقديم الأهم فالمهم. ضيفي العزيز الذي يبدأ دائما في حواره الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. نورت كالعادة. شكرا. الناس الحلوة. شكرا. خليكم دايما مع الناس الحلوة. وزني 135 كيلو، وبعاني من مشاكل صحية بسبب زيادة وزني، وبصراحة بقالي فترة طويلة بتابع الدكاترة عشان يعني نويت ان انا اعمل عملية للتكميم او تحويل مسار حسب اللي ينصحني بيه الدكتور. اشتكيت له من بعض مشاكل عندي مؤثرة معايا في عندي تقريبا ارتجاع او حاجة زي كده، والدكتور طلب مني بعض الفحوصات والمناظير عملتها، واكتشفت ان انا عندي حصوات مرارية مع فتق بالحجاب الحاجز. وبصراحة الموضوع كان بالنسبة لي كنت بقرر ان انا الغي موضوع العملية يعني تخوف يعني. كلمت الدكتور ورحت له، والراجل بصراحة كانت مقابلته مريحة جدا بالنسبة لي، هون عليا ده كله، قال لي كل الامور دي بسيطة وان شاء الله نعمل العملية كلها في وقت واحد. يعني مهما اقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخدتها من العملية. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عملية تكميم معده وعملية المرارة، وكان عندي مشكلة في الارتجاع، والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكة للمنطقة المريء واللي هي عملية الارتجاع دي. فطبعا انا كنت في الاول متخوف من موضوع ان انا اعمل اجري اكتر من عملية، والدكتور هون عليا الموضوع انه قال لي يعني دي هتبقى عملية واحدة يعني نفس نسبة الشفاء هتبقى واحدة. وفعلا انا تقريبا دخلت العملية الساعة 12 بالليل، انا الساعة 4 بالظبط كنت بغادر المستشفى تاني يوم. يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. اول نقطة، ودي للامانة انا ما اخدتش دواء السكر من بعد العملية بيوم، الى الان انا الحمد لله ما اخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال 8 شهور او يمكن اقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود 50 كيلو. طبعا انا عندي راحة دلوقتي في اكتر من حاجة، اولا في اللبس، في النوم، في المعيشة عموما. انا شخص ثاني غير اللي كان داخل العملية. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. مهما أشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يخليك.